بالنسبة للموضوع اليوم اللي تم الإثارة دياله من أحد المسؤولين يعني والقياديين البارزين في حزب من الأحزاب اللي يعني كاينة في المشهد السياسي وتتستهدف واحد العدد ديال يعني القيادات الحزبية بالتجمع الوطني الأحرار في يعني كأشخاص. احنا اليوم يعني كشباب يعني تنستنكروا يعني مثل هاد يعني التصريحات اللامسؤوله، وخصوصا انها كانت في منابر اعلاميه وفي لقاء يعني اللي هو رسمي. الهدف ديالنا كان ولا يزال هو الرقي بالعمل السياسي، هو ان المشهد السياسي يكون زاخر يعني بواحد المجموعه ديال الطاقات اللي يمكن لها انها تخدم البلاد وتقود يعني المسيره التنمويه. كيف ما يعني قال السيد الرئيس عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار أنه يعني أنه تم الاستهداف دياله كشخص، يعني في الشخص دياله هو وكذلك مولاي حفيظ العالمي، يعني ماشي كقياديين داخل الحزب، ولكن تمسوا في العمل اللي تيقوموا به الشخصي اللي ما كانوش يعني تيبغيو انهم يبينوه للناس بحكم انه عمل احساني تضامني مع واحد الفئات يعني كبيره ديال الشعب المغربي اللي هي محتاجه للدعم ومحتاجه يعني المجموعه ديال الامور، خصوصا في هذه الازمه اللي تيمر بها البلاد والعالم اللي هي جائحه كورونا. وكيف ما سمعوا يعني الراي العام الرد القوي ديال السيد الرئيس عزيز اخنوش هو ان هذه المؤسسه اللي يعني جبدها الامين العام ديال الحزب اللي صرح بهاد التصريحات هي مؤسسه اللي مستقله، والعمل اللي تتقوم به يعني عمل عنده تقريبا 6 سنين حتى 5 سنين، وبالتالي علاش بالضرورة لهذا الوقت هذا؟ يعني انها حرب انتخابية، واحد العدد ديال الناس، وما غاديش نقول الاحزاب ولكن نقول الناس حيت كاينين قيادات حزبيه في احزاب اخرى اللي ربما نكن لها الاحترام، ولكن كاينين بعض الاشخاص اللي صراحه يعني الديناميه اللي تيقوم بها حزب التجمع الوطني الاحرار والعمل اللي تيقوم به الميداني وكذلك الفكري يعني يزعج. وما يمكن لي انني الا نختم بما قال السيد الرئيس، هو ان كاين اللي يعني تيزرع الكلام وكاين اللي تيزرع العمل، ونزيد ان اللي يعني باغي يخدم وباغي يفيد يعني المجتمع ديالو يهبط للميدان. شكرا للمنبر ديالكم على التغطيه لهذا يعني لهذا الموضوع اللي عنده اهميه كبيره، وخص الناس يعرفوا شكون اللي باغي فعلا يمشي في المسار والسياق ديال خدمه المجتمع من واحد المنطلق ديال المردوديه وديال العطاء، واللي باغي غير يأتت المشهد السياسي ويستهدف يعني غير الاشخاص، يعني الناس تيتسناو العمل الميداني، تيتسناو المردوديه، ما تيتسناوش الشعبويه والقيل والقال واستهداف الاشخاص. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.